السلام عليكم مشاهدين القناة، مرحبا بكم. لفيديو جديد اليوم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانين؟ اش كتعودوا؟ اموركم هانية؟ مرحبا بكم لفيديو جديد، شيوة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم هذا الفطائر اللي كيجي وراء يعين في المذاق ولا في الشكل ديالهم. غادي نبدا على بركة الله. عندي هنايا الخضار، عندي فلفلة صفراء وخضراء، حامضة، جوج بيضات، بنجان. هنايا غادي نوجد الزبدة، غندوبها باش غادي نعجن العجينة اللي كتجي رائعة وخفيفة ورطبة، هكا كتجي هشيشة. كنتمنى يعجبكم هاد الفطائر او ميني بيتزا، كيجيو رائعين. غنبدا على بركة الله. دابا وجدت الدقيق، شوية ديال الفورص، شوية ديال الفينو، درت كاس عنيبة ديال الزبدة مدوبة. دابا كندير شوية ديال الزنجلان، وغندير شويه ديال الزعتر، شويه ديال الخميره، شويه ديال الملح، وغنعجنها مزيان. بعد ما كنعجنها مزيان كنخليها هكا ترتاح. بعد ما كترتاح كنعاود ندلكها هكا مزيان، غنحطها عاوتاني. ومن بعد كنقطعها هكا كويرات هكا صغيورين، وغنغطيهم حتى يخمروا ليا مزيان. عاد غادي ان شاء الله ندلكهم. بما خمروا ليا الخبيزات، هنا غادي نوجد الفلفله الخضراء وفلفله صفراء. غادي نقطعها هكايا مربعات صغيرين بحال البصله كما كتشوفوا معايا. درت شويه ديال الزيت الكرا، فيها بصله مشلوله، شويه ديال المليحه، غنشحرها شي شويه. من بعد غندير منها الفلفله صفراء وخضراء. يمكن لكم ديرو الحمراء، كيجي هاد الحشوة كتجي رائعة البنات، كتجي لذيذة. غادي نشحرها مزيان، وهنايا قطعت البصله والفلفله الخضراء والفلفله الصفراء والدنجان بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. وهنايا وجدت القزبر، قرطو رقيق، غادي نديرهم حتى هما يتشحروا في شويه الزيت وشويه الملح. وبعد ما كيتشحروا كنصفي لهم ديك الزيت بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا.
شوها هي واجده، كنضيف ليها شويه ديال القزبر هكا يا خضر، كيعطيها التزوين البنات. والعجينه حتى هي بعد ما خمرات غادي نبدا دابا غادي ندلك العجينه بهذه الطريقه. وبعد ما دلكتها دهنتها بالصفر ديال البيض هكايا كما كتشوفوا معايا، ومن بعد درت الحشوه. دابا غندخلهم الفرن، كيجيو رائعين البنات، لا في الشكل ولا في المذاق. الشكل النهائي ديال فطائر اللي كيجيو رائعين، او ميني بيتزا كيجيو رائعين، لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى البنات يعجبكم وتجربهم، ساهلين في التحضير، اقتصاديين، كيوجدوا دغيا بمكونات بساط والمذاق لذيذ البنات. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم كدعم ليا، فضلا ليس امر، وشجعوني بلايك. وشكرا لكم على التعليق الرائع ديالكم، باش كتفرحيني دائما، وعلى كلامكم الزوين. الله يلاقينا معكم في ساعه الخير، في الفيديو المقبل، روتين جديد، جيوه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.